سائلة تقول: ما هو آخر وقت لصلاة الظهر والعصر والمغرب؟ طيب. أريد التحديد أو ضرب المثال، جزاكم الله خير. وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس، ومعنى زوالها أن تميل إلى المغرب، ونحن نعلم أن الشمس تخرج من المشرق، أليس كذلك؟ فإذا انتصفت في السماء فإن نزولها أدنى نزول يدخل به وقت الظهر. قال أهل العلم: وعلامة ذلك أن تنصب شيئا شاخصا، عمودا أو عودا، إذا طلعت الشمس، فما دام الظل ينقص فالشمس لم تزل، وإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس. صلاة المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر الآن لا يراه الناس، لكن هو يغيب ما بين ساعة وربع بعد الغروب أو ساعة ونصف بعد الغروب. وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى نصف الليل فقط، وما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد العشاء بنصف الليل. الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. واعلم أن الفجر فجران: صادق وكاذب، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة. انتبه: الفجر فجران، صادق وكاذب، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الفجر الصادق يكون مستطيرا بالراء، مستطيرا في الأفق، والكاذب مستطيل باللام في الأفق. واضح الفرق؟ نعم، ما هو واضح؟ الفجر الأول الصادق مستطير، يعني كالطير فل جناحيه، يعني أنه ممتد من الجنوب إلى الشمال. الكاذب مستطيل، يعني أخذ السماء طولا، كما جاء في الحديث: يكون مستطيلا كذنب السرحان، يعني كذنب الذئب. هذا فرق. الفرق الثاني: الفجر الصادق لاصق بالأفق، ترى النور في الأفق، والفجر الكاذب غير لاصق بالأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. الفرق الثالث: الفجر الصادق يزداد ضياء حتى تطلع الشمس، يزداد ضياء حتى تطلع الشمس، والفجر الكاذب يظلم، يبقى مدة ثم يظلم. فهذه ثلاث فروق. فما الذي يتعلق بالحكم في الصلاة وفي الإمساك عن الأكل في الصيام؟ الصادق. نعم.